بداية الدنيا كلها ضيق، لو كان الأصل السلامة في الدنيا لنافست الجنة، واضح؟ بل الدنيا دار تعب ونكد وكد، الدنيا دار تعب ونكد وكد، لهذا لو كان فيها السلامة وكان فيها الراحة لنافست الجنة، ولسعى الناس للدنيا أكثر من سعيهم في الجنة. لهذا الله عز وجل أحيانا يلقي البلايا والابتلاء على من أحب جل وعز شانه، لماذا؟ حتى يقارن في نفسه نعيم الجنة. لهذا ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، ما سمى الله عز وجل الدنيا إلا لدنو منزلتها، لهذا سماها الدنيا. لهذا لا ترجو الكمال ولا الراحة في الدنيا، بل إن الله عز وجل شانه لما خاطب أول من خلق ألا وهو آدم الذي خلقه بيديه، ماذا قال الله عز وجل؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فإذا كان الله عز وجل الذي خلق آدم أبو البشر وأبو الأنبياء سيد الأنبياء أبو آدم، ومع هذا قال الله عز وجل له فتشقى وهو آدم، فما ظنك بي وبك؟ لهذا كل من خرج للدنيا لابد أن ينال من الشقاء لا محالة، واضح؟ لابد أن ينال من الشقاء لا محالة. لهذا لا ترجو السلامة في الدنيا، وهذا الضيق الذي يعتريك ويعتريني ويعتري غيري، إنما هذه سنة الله عز وجل شانه في خلقه أن يبتليني وإياك وغيرنا بالضيق وغيرنا بالضيق. لماذا؟ لترجو الكمال في الجنة، لترجو الكمال في الجنة. لهذا تقول ضيق في صدري أشعر في ضيق، هذا يعتري القاصي والداني طالما أنت حي، لا راح إلا في الجنة فقط. أما الدنيا دار تعب ونكد وشقاء. المشكلة أننا في الدنيا نتكلم بصراحة، أعطني يوم ارتحت به، حتى لما تريد أن تسافر سياحة لبلد آخر أوروبي تتعب في الطائرة، تتعب في الفندق، تتعب حتى لما تذهب لترى المناظر التي لم ترها تتعب. هكذا الدنيا، الدنيا لا تعطي الراحة، لا تعطي الراحة إلا من بعد تعب. حتى نحن لو سألنا أنفسنا من أسرع الناس نوما الآن، نحن الآن لما اليوم بعد ساعة سننام، لو سألتك سؤال من أسرع الناس نوما، هو أكثرهم تعبا، الذي يتعب في نهاره هو أسرع الناس نوما، مجرد أن يضع رأسه على الوسادة هذا أسرع الناس نوما. كأن الدنيا من دناءتها لا تعطي الراحة إلا لمن تعب فيها، لهذا لا ترجو الراحة. لهذا ضيق الصدر موجود ليس عندك فقط، بعض الناس يظن أن البلاء به فقط وأن هذا الضيق به فقط، أن هو الرجل الوحيد الذي يطلق، هو الرجل الوحيد الذي خسر المال، لا، هذا عام على جميع الناس إلا من رحم ربك، ويبتلي الله عز وجل من أحب ليعطيه ما يحب. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا، ما قال ما كتب الله علينا، قال لنا. لماذا؟ لأن حتى المصائب ستكون لصالحك، لصالحك يوم القيامة. لهذا لا تخاف، واضح؟ نعم والله.